إذا لم تكن لي والزمان شرمبرم فلا خير فيك والزمان ترلالي. وشرمبرم هنا معناها شر مبرم، يعني شر حاصل حادث موجود. وترلالي يا حضرات السادة الأفاضل يعني تراءى لي، أي ظهر لي، يعني وضح لي، يعني لو ما كنتش معايا والدنيا مدياني أفاها ومش شايف منها غير شرها يبقى مفيش منك خير لما تضحك لي والحظ يديني وشه ويتراءى لي.